رجعنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، ومن لحظة تفجر الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية في يوم 7 أكتوبر الماضي وقفت مصر في صدارة هذا المشهد لتؤكد دعمها الثابت للأشقاء في فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والمطالبة بحقهم في دولة مستقلة. القيادة السياسية المصرية تحركت من اللحظات الأولى للأزمة. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات ولقاءات مع مختلف قادة العالم والمسؤولين الدوليين، ثم تم انعقاد قمة القاهرة للسلام لتكون نقطة انطلاق لتضع العالم الدولي أمام مسؤولياته الإنسانية. وبتؤكد مصر من خلال هذه القمة على رفضها لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين. على المستوى الإنساني، وجهت الدولة المصرية من الأيام الأولى عشرات القوافل من المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق. لا تزال المساعدات بتمر عبر معبر رفح كي تمد يد العون للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. كمان فتحت مصر مطار العريش من أجل استقبال المساعدات من مختلف الدول والمنظمات الأممية وإيصالها إلى الشعب الفلسطيني وسط إشادة دولية بالدور المصري المحوري في هذه القضية. لا تزال هذه الجهود الدبلوماسية المصرية قائمة ومستمرة من أجل الوصول إلى حل نهائي للأزمة الحالية. أكد وزير الخارجية سامح شكري بالأمس أنه مصر بتبذل كل ما في وسعها لضمان استقبال المساعدات وإدخالها لقطاع غزة. الحديث بالمزيد من التفاصيل عن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية بيسعدنا أن ينضم إلينا في استوديو هذا الصباح دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. أهلا بيك يا دكتور، نورنا في إكسترا نيوز وهذا الصباح. وهنبدأ طبعا بالاتصالات المكثفة اللي سيكون بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مختلف زعماء العالم الدبلوماسية المصرية ووزير الخارجية المصري. قراءتك إيه لهذه الجهود الدبلوماسية المختلفة لتهدئة الأوضاع؟ يعني الدولة المصرية لم تترك يعني دقيقة أو وقت أي مكان للعمل وبشكل كبير على إيجاد حلول حقيقية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية. وتحركت الدولة المصرية على كافة المستويات والأصعدة، سواء على المستوى الإنساني أو المستوى السياسي، وخاضت مصر حرب دبلوماسية شرسة من أجل العمل على إدخال المساعدات في ظل وجود تعنت واضح من الجانب الإسرائيلي الذي يسعى بكل قوة إلى عرقلة دخول هذه المساعدات. يعني المساعدات بتدخل من معبر رفح المصري الذي لم يغلق لحظة واحدة إلى الجانب الإسرائيلي، بتتعرض لكل أنواع التفتيش حتى المساعدات المصرية وقافلتين بالأمس وغيرهم من القوافل. نجد أن الجانب الإسرائيلي يسعى بكل قوة إلى تعطيل هذه المساعدات لكي لا يتم إدخالها إلى أشقائنا في قطاع غزة، وده بيتم بيظهر وبشكل واضح نتيجة قيامه بتفتيش حتى الأدوية. يعني الأدوية نفسها اللي بتبعثها الدولة المصرية من خلال معبر رفح بيتم تفتيشها وبيتم رفض إدخالها وإتلافها لكي لا تصل إلى الأشقاء في فلسطين. ولكن الدولة المصرية ومن خلال دورها الريادي والمحوري وباعتبارها هي الرافع، عنصر الرفع للدبلوماسية في المنطقة العربية ورافض حقيقي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، تتحرك في إطار هذا الدور للعمل على ألا يتم تأجيج الصراع. وهي هنا تتحمل ما لا يتحمله بشر الدولة المصرية، يعني في مواجهة كافة أنواع التحديات دون أن يدرك العالم خطورة هذه التحديات. وبدلا من أن يكون المجتمع الدولي سند حقيقي لجهود الدولة المصرية لحل حالة المشهد المعقد، نجد أن المجتمع الدولي أصبح عائق على الدولة المصرية، وأصبح المجتمع الدولي غير قادر على دعم جهود الدولة المصرية للعمل على وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية قطاع غزة. وبالتالي الدولة المصرية وبعد قمة القاهرة السلام تحركت في كافة الاتجاهات وفي كافة المحاور. وبالأمس كانت في قمة مهمة جدا جمعت الكثير من وزراء الخارجية العرب مع نظيرهم الأمريكي، وحتى كلمة الوزير سامح شكري هي تعبير عن توجهات الدولة المصرية وعن سياسة الدولة المصرية، كانت حازمة وصارمة من أنه لابد من وقف إطلاق النار، لابد أن يتوقف القتل الجماعي والممنهج والعقاب الجماعي، لابد أن تتحرك الدولة بشكل واضح جدا والمجتمع الدولي للعمل على أن يكون هناك مخرج حقيقي ينتقل بموجبه هذا الصراع إلى مرحلة العودة إلى الوراء وإحياء مسار السلام تنفيذا لمبدأ حل الدولتين. طيب، المساعدات المصرية والتوجيهات المصرية دكتور حامد بزيادة أعداد المساعدات وإدخال كل ما يمكن إدخاله منها إلى قطاع غزة، هي ليست فقط في بتتمثل في إدخال المساعدات، وحضرتك ذكرت مصطلح مهم جدا حرب دبلوماسية شرسة، ربما يكون هذا هو المصطلح الأقرب لما يحدث على أرض الواقع فيما يتعلق بمحاولات إدخال المساعدات المصرية إلى قطاع غزة، ولكن أيضا استقبال المصابين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. هناك أيضا
يعني بيحدث تطور دائم على الأحداث في الأرض، وبالتالي مصر بقت هناك ربط بإدخال أو استقبال حتى ربما مزدوج الجنسية من قطاع غزة للدخول إلى مصر بإدخال المزيد من المساعدات، وأيضا ب يعني عدم التعرض لسيارات الإسعاف واستقبال الجرحى. يا ريت حضرتك تشرح لنا هذا الأمر. يعني هو دور مصر التاريخي دائما وأبدا ما تدعم القضية الفلسطينية. يعني إحنا بنتذكر أحداث 5 مايو 2021، هي أحداث كانت أحداث جلل وكانت قوية جدا، ولكن هذه الأزمة هذه المرة هي الأزمة الأشد والأعنف في تاريخ المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية. ولكن في مايو 2021 نجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار، انطلاقا بعد ذلك إلى فتح معبر رفح واستقبال المصابين، وشاهدنا سيارات الإسعاف على حدود الدولة المصرية وأمام معبر رفح تستقبل كافة أنواع المصابين، ونجحت الدولة المصرية في تذليل الكثير من العقبات فيما يخص القطاع الطبي، وأرسل الكثير من الأطباء من داخل مصر لقطاع غزة في هذا التوقيت، لأن كان فيه عجز كبير جدا في الأطقم الطبية داخل قطاع غزة، ولم يتوانى القطاع الطبي في مصر عن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية وتحركت إلى داخل القطاع في هذا التوقيت. والآن هذه المرة الأمور أصعب بكثير نتيجة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لديها هدف ممنهج تريد أن تحققه، لديها أنها تريد تنفيذ استراتيجية الأرض المحروقة. استراتيجية الأرض المحروقة أنها تبيد كل ما يمت للحياة بصلة على الأرض، يعني مباني، أي شيء يتم استخدامه من قبل البشر، البشر نفسه كي تتحول إلى أرض غير قابلة للحياة، غير قابلة للحياة، ولن تتوقف حتى يتحقق ذلك، ولن تتوقف. وده واضح جدا، احنا بنتحدث عن وجود أكثر من 1.1 في شمال قطاع غزة. لك وأن تتخيلوا أنه تم تهجير بالفعل حوالي 800 ومتبقي من 350 ل 400 ألف، وده رقم مش قليل جدا. عندما يفقد كل هذا العدد منزله ويتهجر ويتم هدم منزله، فدي دلالة واضحة على صعوبة يعني ما تقوم به الدولة المصرية للتنفيذ. احنا بنقول يعني لا تحملوا ولا تعطوا للدولة المصرية اكثر من حمل ثقيل على اكتافها، لانها بتقوم بكل ما يلزم، ومع ذلك في تعنت واضح وفي يعني غطاء سياسي وامني وعسكري امريكي تعطيه الولايات المتحدة لإسرائيل، وبالتالي الدولة المصرية بتحارب العالم من اجل القضية الفلسطينية، وده لازم المشاهد يعلمه، لان الدولة المصرية بتتحرك في كل الاتجاهات ولن تدخر جهد سواء على المستوى الشعبي أو على مستوى القيادة السياسية لدعم كل أوجه الحياة في قطاع غزة. حتى عندما أتى الزعماء إلى الدولة المصرية وكبار قادة الدول سواء وزير الخارجية أو المستشار الألماني أو الرئيس الفرنسي، كان في تأكيد للدولة المصرية أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب مصر أو الأردن. وبالتالي هناك الكثير من التشابكات والتعقيد في المشهد الآن، يحتاج إلى أن يكون هناك تغير من المجتمع الدولي لنظر لهذه القضية بما يتوافق مع الرؤية المصرية الداعية إلى السلام. طيب دلوقتي الوضع في أهلينا في قطاع غزة مأساوي وقاسي جدا الحقيقة، لكن من ناحية تانية الدولة المصرية بتساعد بشكل كبير جدا إدخال المساعدات المختلفة، سواء المواد الطبية المواد الغذائية اللي هي لها أولوية دلوقتي بالنسبة لهم، غير طبعا علاج الجرحى والمصابين هنا على أرض مصر. حضرتك بتشوف الجهود دي إزاي من ناحية أهلينا في قطاع غزة، القيمة المادية والمعنوية؟ في ظني وتقديري أن قطاع غزة بالكامل وليس قطاع غزة فقط، الشعب الفلسطيني حتى قبل قيادته السياسية تدرك أهمية الدولة المصرية وتكن كل تقدير واحترام للقيادة السياسية المصرية على مجهودها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وبالأخص في 10 أعوام الأخيرة. وشاهدنا صور الرئيس السيسي ترفع لأول مرة داخل قطاع غزة في شهر مايو 2021 كدلالة واضحة على امتنان الشعب الغزاوي والشعب الفلسطيني بشكل عام للدولة المصرية، لأن هذه ما يتعرض له قطاع غزة يحتاج الكثير من الدعم العربي والدعم الدولي. وتجد أن الدولة المصرية هي من أوائل الدول التي تقوم بكل توجيه أوجه الدعم، ولكن عندما تحتاج إلى الكثير من المساعدات، يعني قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 300-400 شاحنة في اليوم، ومع ذلك التعنت الإسرائيلي الواضح في عدم إدخال المساعدات، بالإضافة إلى التأخر، يعني 3% فقط من احتياجات قطاع غزة هي من تدخل و 97% لا تدخل هذه المساعدات، بالإضافة إلى أنك بتعاني معاناة شديدة، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يعطيك الفرصة. الاحتلال الإسرائيلي يعني بيقوم بقصف المنازل، ثم بعد ذلك يتوجه المواطنون للعلاج داخل المستشفيات فيقوموا بقصف المستشفيات، يعني ليس هناك أي فرصة لالتقاط الأنفاس للعمل من قبل الدولة المصرية
واتاحت فرصه ليها لتقديم كل اوجه الدعم احنا يعني، وبالتالي ليس هناك اي وضع او اي وعي من قبل المجتمع الدولي لخطوره ما تقوم به اسرائيل، ولن ينجح مخططها اذا كانت اسرائيل تريد التهجير القسري لاهالي شمال قطاع غزه او لقطاع غزه بالكامل. هذا لن يحدث باي حال من الاحوال، لان احنا الدوله المصريه اكدت على ده، اكدت ان القضيه الفلسطينيه لن نسمع بتصفيتها ولن يتم افراغها من مضمونها. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى ان السياده المصريه هي سيادة غير مستباحة، لا يمكن العبث بالأمن القومي المصري، أن الحدود المصرية هي حدود أو خطوط حمراء لا يمكن أبدا تجاوزها، وبالتالي بتتحرك الدولة المصرية وهي وسط النار. لا توجد دولة في العالم تحتمل ما احتملته الدولة المصرية، على سبيل أننا نعاني في حدود ملتهبة مع الجانب الليبي، نعاني في حدود ملتهبة مع الجانب السوداني، نعاني في حدودنا الشرقية مع إسرائيل وقطاع غزة. وبالتالي الدولة المصرية على الرغم من كل هذه التحديات إلا أنها تقوم بدورها في ظل ظروف قاسية وصعبة جدا، لا تستطيع أي دولة أن تتحرك في ظل هذه المعطيات الكبيرة والشرسة، والتي تحتاج إلى أن يكون هناك بالفعل رؤية حقيقية من المجتمع الدولي لجهود الدولة المصرية والتحرك في اتجاه تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لإيجاد حل شامل لهذه القضية. وده اللي شفناه في الفترة الأخيرة يا أستاذة سارة يا أستاذة باسم، إن بقى في توجه وبقى في تغير في الموقف الدولي، حتى وإن كان هذا التغير هو تغير نوعي وليس تغير متوازن، ولكن في الفترة القادمة أرى أن الأمور ستسير في اتجاه العمل على خفض التصعيد، لأن ده كل الأطراف بما فيهم الأطراف الأمريكية والإسرائيلية ستكون هي الأطراف الخاسرة الأكبر في هذه المعادلة. طيب ده هيدفعنا ان احنا نروح مع حضرتك لما حدث يوم امس، الاجتماع طبعا في الاردن الشقيق وبين وزير الخارجيه المصري سامح شكري ووزير الخارجيه الاردني طبعا السيد ايمن الصفدي وكذلك وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن. كان هناك نقاط فيها توافق في الرؤى، كان هناك نقاط فيها خلاف في الرؤى، ولكن ربما تكون النقاط البارزه او العناوين البارزه كان فيها اتفاق ولو حتى توجه الى وجود هدنات انسانيه ولو بشكل مؤقت. زي ما حضرتك ذكرت ليس هناك فرصة لالتقاط الأنفاس حتى. شايف حضرتك ما تم التوصل إليه حتى الآن، إيه هي النقاط التوافقية والنقاط الخلافية، وقربنا ولا لسه على موضوع الهدنة؟ في ظن وتقديري أن الجانب الأمريكي يرغب في تنفيذ هدنة حقيقية داخل قطاع غزة منذ اللحظة ومنذ الأمس، ولكن هناك ضغوط إسرائيلية حقيقية على الجانب الأمريكي. إسرائيل اللي بتضغط على الولايات المتحدة الآن، لأن بمعنى أوقع حكومة نتنياهو الموجودة حاليا تعلم علم اليقين أنها بتوقفها عن إطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية أو حتى وقف إطلاق نار شامل، ده بمعناه انتحار سياسي لحكومة نتنياهو، سيخرج من المشهد تماما، وهو ما لا يريده، ولكن إن آجلا أو عاجلا هو هيخرج من المشهد، لأنه حتى إن قام بهذه العملية الانتقامية التي ينتهجها نتنياهو وهي سياسة الهروب إلى الأمام وإطالة أمد المعركة والسعي وبكل شكل وبكل اتجاه للعمل على تصدير رسالة إلى الشعب اليهودي والشعب الإسرائيلي أنه قام بما لم يقم به أي وزير بعد هذه العملية. نتنياهو يريد أن ينتقم من الشعب الفلسطيني بإسقاط الكثير من الأبرياء والضحايا، وهذه سياسته الواضحة، لن يتوقف عند هذا العدد، لن يتوقف عند 9,000 أو 10,000، هو يريد أن يكون هناك يعني خروج من بشكل كبير على دماء الشعب الفلسطيني. نتنياهو يسعى إلى أن تكون هذه الأعداد أكثر من ذلك بكثير وبكثير، وبالتالي لابد أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية كل الخطوات للضغط على نتنياهو للتوقف عن هذا المسلسل الذي سيفيق العالم أو سيجعل العالم يدرك بعد ذلك حجم هذه المجزرة. بالأمس باراك أوباما وخرج تصريح واضح جدا أن الكل مسؤول، وهناك تغافل من المجتمع الدولي عما تقوم به إسرائيل باتجاه الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وده بيظهر أن هناك تغير في المجتمع الدولي في نظرة المجتمع الدولي، ولكن لابد أن تكون هناك آليات حقيقية بدلا من الولايات المتحدة أن ترسل عتاد ترسل سلاح. زي ايه دكتور الاليات الحقيقيه ورؤيه حضرتك برضو المشهد؟ يعني الولايات المتحده قادره يا استاذه ساره بشكل واضح جدا بمكالمه تليفون ان تقول لنتنياهو توقف، ستوب، توقف الان، قف، يعني كفايه دماء، انت بتقتل ابرياء، بتقتل اطفال، يعني هو قتل 9,000 او داخلين على 10,000، نصفهم من الاطفال و2000 او 2400 سيده، هل هؤلاء ينتمون للمقاومه الفلسطينيه؟ عندما يتم قصف يعني مدارس الأونروا، عندما يهدم اكثر من 150 مسجد، عندما يهدم مستشفيات، عندما يعني احنا بنتحدث حتى عن هدم اقدم سلس كنيسه في العالم، يعني لم
يترك شيء، يعني هو يبيد كل أوجه الحياة وكل ما يمت للحياة بصلة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة أمام التاريخ عن إيقاف هذا الأفعال، هذه الأفعال الدموية العدوانية على شعب أعزل ليس كل حقه، إلا أنه يريد أن يقيم دولته العادلة على حدوده. أنت دي أرضي في الأساس، وأنت جاي بتطلعني منها، ولما أجي أدافع عنها تقول لي إن أنت بشكل واضح إن ده مش من حقك. لا، يعني ارجع تاني زي ما السيد الرئيس قال، ارجع ورا خالص وجيب جذور المشكلة وهي الأسباب اللي وصلتنا لهذه النقطة. الرئيس السيسي قال لهم لا تختزلوا الوضع في يوم في هذه الأحداث، لا تختزلوا في 7 أكتوبر فقط، عليكم أن تعودوا وتدركوا أن هناك خطورة حقيقية على استمرار هذه الأوضاع بهذا الشكل، وعليكم أن تتحركوا في اتجاه صناعة السلام، عليكم أن تؤمنوا بالسلام، عليكم أن تدركوا أن هذا سيؤدي إلى تجيج الأوضاع ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن ستكون هناك ارتدادات خطيرة جدا وانعكاسات خطيرة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أوروبا بأكملها. طيب ده بيدفعنا إلى تساؤل مهم جدا دكتور حامد، لو يعني فكرة صناعة السلام والتي يتحدث عنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، وأنه هناك يعني سنوات عديدة وجهود دبلوماسية عديدة بذلت في هذا الأمر ودماء حتى دفعت في هذا الأمر، ده بالنسبة للجانب المصري والعديد حتى من الجوانب الأخرى، فكرة الوصول إلى نقطة لوجود سلام حقيقي هي أمر بالغ الصعوبة ويتم الاستثمار فيه بشكل كبير جدا. حده ربما يكون أمر سهل ليس بالأمر الصعب، ولكن الحفاظ عليه هو الأمر الأصعب والأبلغ في الصعوبة. الجانب الإسرائيلي يعني فكرة حل الدولتين وأن هو ده الحل الوحيد القائم وده اللي دايما بتقوم عليه السياسة المصرية بيقابل ربما برفض كبير الآن من الجانب الإسرائيلي. هل يتصور الجانب الإسرائيلي أنه بما يتم عمله الآن سيصل إلى تحقيق السلام باليد العليا بالقوة باستخدام الجيش والمدرعات؟ يعني إسرائيل خاضت 5 حروب مع حماس، تمام؟ هل نجحت ولو مرة واحدة في التفوق عليها؟ بالعكس، على الرغم من أنها قامت عن طريق القصف بقتل كثير من الأبرياء، ولكن يعني المقاومة الفلسطينية أصبحت فكرة لدى شعب غزة، فكرة ويقين وعقيدة بين أنهم يسعون إلى إقامة دولتهم العادلة، وبالتالي أصبح هناك يعني إيمان من قبل الشعب الفلسطيني بأن الدماء التي أسيلت وارتوت بها أرض فلسطين لن تذهب هدر، وبالتالي بتتحرك بشكل كبير جدا وبشكل متوازن للعمل على إيلام العدو الإسرائيلي. 5 حروب حماس والمقاومة الفلسطينية أصبحت أكثر قوة، أصبحت أكثر شراسة، أصبحت أكثر اعتادا، تفوقت بشكل كبير جدا على الغطرسة الإسرائيلية الواضحة. احنا بنتحدث عن أقوى جيش في المنطقة، سياسة الردع، القبة الحديدية، 75 طيارة F-35. دكتور حامد، عايز أسأل حضرتك عن نقطة مهمة جدا حضرتك ذكرتها من شوية، وهي التداعيات الكبيرة اللي ممكن تحصل لو استمر الوضع على ما هو عليه. عايز أعرف من وجهة حضرتك، من وجهة نظر حضرتك، التداعيات دي إيه؟ مش بس على الشرق الأوسط، العالم كله. لا بالعكس، ده الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية أكثر خطورة من الأزمة الروسية الأوكرانية، لأن الأزمة الروسية الأوكرانية في أرض محدودة وفي نطاق محدود وبين طرفين، والغرب متنحي جانبا يدعم بالسلاح فقط، لكن هنا احنا بنتحدث عن بالفعل حرب إقليمية، ومن الممكن جدا أن تتحول إلى دولية، لأن في أطراف كتيرة جدا متداخلة في المشهد، وفي أطراف كتيرة جدا بتتحرك لزعزعة الاستقرار والاستفادة من هذا الوضع المرتبك والمعقد في الشرق الأوسط لتحقيق مصالحها. هناك أطراف أخرى تريد أن تبيد إسرائيل، وده واضح جدا، يعني احنا بنتحدث عن إيران بتتحين الفرصة في أي لحظة للاشتباك مع العدو الإسرائيلي. هناك لبنان والجبهة المفتوحة، حتى وإن إيران إن دخلت، إن لم تدخل بشكل مباشر فستدخل عن طريق أزرعها. يعني احنا بنشهد لأول مرة الحوثيين بيطلقوا القذائف والسلاح. هناك بعض التقارير بتقول ان فاغنر الروسيه، وان نفت روسيا هذا الكلام، انها ستمد بعض الميليشيات بمنظومه جويه، كلها مشهد مرتبك، بالاضافه الى ان الولايات المتحده الامريكيه سيكون هناك انعكاسات حقيقيه، لان الجاليه العربيه يعني ده بدا ياثر بشكل كبير جدا على بايدن وعلى الحزب الديمقراطي وعلى دعم الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمه. كل هذه المشاهد ارى انها ستؤثر بما لا يدع مجال للشك على الصوره الذهنيه حتى للولايات المتحده
تعتمد على الضمير الإنساني، على الأبعاد الإنسانية، لأن ما يحدث في هو ده حصل بالفعل غزة بالفعل. يعني إحنا لا، ده لسه التداعيات هتكون أكثر. من الممكن أن نشهد عمليات انتحارية، لأن العنف لن يقابله إلا عنف. يعني من الممكن أن نشهد عمليات انتحارية في كل دول العالم. من الممكن أن يتصاعد الإرهاب والجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية لتحقيق أهدافها في هذا المشهد، وهذا هذه الأفعال من قبل الجماعات الإرهابية للأسف هيكون في تعاطف معها، لأن ما يحدث في غزة هو إرهاب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ربما يكون العالم أيضا يرى الآن ما يحدث في في قطاع غزة بنوع من أنواع الإرهاب، وهو ما يبرر كل المظاهرات الحشدة التي نراها، والوصل حتى قوامها ربما للعدد أكبر ما يكون لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أكبر داعمي إسرائيل. وبالتالي عدم امتداد هذا الصراع وخروجه عن السيطرة وتحوله إلى صراع إقليمي بل ودولي زي ما حضرتك بتذكر، هيخلينا نرجع للاجتماع بالأمس الذي كان موجودا بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي، وأهمية هذا الاجتماع لو حضرتك توضح لنا في تجنب اشتعال المزيد من الأوضاع. يعني مصر والله هي صناعة السلام في الشرق الأوسط لمن لا يدرك ذلك. يعني احنا لا نتحدث مجرد كلام، ولكن مصر بتتحرك من أجل وأد الفتنة في منطقة الشرق الأوسط، والتحرك بكل قوة إلى ألا يكون هناك تصعيد خطير سيؤدي بما لا دع مجال للشك إلى حرب إقليمية. زيارة تأتي في توقيتها السليم، زيارة تدل على أن الدولة المصرية تسعى إلى تجنب زيادة حدة الصراع واتساع وترته. كرة اللهب بالفعل هي ملتهبة، ومن الممكن جدا أن تكبر وتتسع بشكل كبير، سيؤثر بما لا دع مجال للشك على تطورات الأوضاع، في ظل أن لبنان الحبيبة تحتاج إلى الاستقرار، المنطقة العربية تحتاج إلى الاستقرار، كل المنطقة العربية وليست لبنان فقط. يعني الدولة المصرية كان لديها رصيد كبير جدا في الفترة الأخيرة من خلال الاستثمار في الاستقرار. يعني مصر استثمرت في الاستقرار لسنين وسنين. سيناء تم صرف عليها أكثر من 700 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية، خطة خمسية تم رصد أكثر من 363 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية، مليار جنيه لتنفيذ 14 مشروع فيما يخص المنشآت الصحية، إعادة توطين أهالي سيناء الحبيبة وهم أكثر الناس الذين من المفترض أن يستفيدوا من التنمية داخل سيناء، ولكن ليس بشكل عشوائي ولكن بشكل منظم. هذا ما قاله رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشكل واضح في العريش. وبالتالي لابد أن يدرك المجتمع الدولي، ولابد أن تدرك الإدارة الأمريكية، أن استمرار الصراع بهذا الشكل ودون أن يكون هناك أفق لحل سياسي، هذا سيؤدي بما لا يدع مجال للشك إلى اتساع دائرة الصراع، في ظل إذا سعت إسرائيل تنفيذ مخططها الشيطاني بتهجير أهالي سيناء. دكتور طارق حامد، يعني بنشكر حضرتك، عفوا دكتور حامد فارس، عفوا، بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذا الصباح، نورتنا وشرفتنا وعرفنا من حضرتك كالمعتاد كل التفاصيل وما هو جديد في هذا الصراع الشائك للغاية. كل شكر لحضرتك من جديد دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. شكرا يا دكتور. شكرا استاذ باسم. شكرا يا فندم، شرفت بوجودك. جزيل الشكر لحضرتك.